بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما ابدا الفيديو النهارده احب اوجه تحيه كبيره جدا لاخويا الغالي ابو رامي واختي الغاليه ام رامي من قطاع غزه دوله فلسطين. والنهارده الفيديو بتاعنا النهارده اهداء من قناه يوميات مزارع فلسطيني لاخويا الغالي حبيب قلبي اخويا ابو ادم. ويلا بينا مع بعض نتابع الفيديو. اكمل تحيه للاستاذ باسم من قطاع غزه من فلسطين. طبعا حفرجيكم ملتقطات هيك من الزراعه وحملة الأستاذ باسم. عاوزين نرجع خير لبيوتنا، فحنشوف اللي هو اللي أنا زرعته كيف صار، وخلينا نروح نشوف. وتنسوش تحطوا لايك لأبو محمود. قبل ما ننتقل للزراعة خلينا أعرفكم على طيوري. طبعا هذه بسبوس صديقتي وصديقتي اللي هو أولادي. وخلينا نعرفكم على اللي هو الطيور تبعتي قبل ما نفوت نشوف اللي هو الزراعة. طبعا هي بسبوس، هذه هي بسبوس. اعرفكم على اللي هو الطيور تبعتي. ما شاء الله هذه هي الطيور تبعتي، وهذا طيوري الحجل او الفرعوني. هيها مصفوفة مع الحمام، ما شاء الله طير حلو كتير كتير كتير. هذا هو الطير، الطير اللي هو الحجل او الفرعوني. هذا هو الذكر وهي الاناث فوق. فبسم الله ما شاء الله. وهذا هو الحمام، حمامي اليف. وطبعا هان في اللي هو العون والعيناء، وفيها انشحبور وشحبوره. طبعا نسيت افرجيكم اللي هو الانتاج، هان انتاج البيض. صراحه انا اخذت اللي هو انتاج البيض من هان وحطيت انتاج البيض في البيت، ولكن هذا انتاج البيض اخذته حطيته تخزين. حقولكم وين انا خزنته، كمان خزنته يا جماعة الخير عند الديك اللي هو الرومي غادي في المكان، لانه منيح له ما فيش شمس وبراد. وطبعا هذا اللي هو الحجم تولي وانا تي. طبعا هم نازلين يعني بكسر عليها الذكر، فهي بتضع بيض. طبعا يا جماعة الخير، وهذا هو وضع البيض تبعها ما شاء الله. زي ما شايفين في منه منغرش وفي منه سادة. وطبعا هذا هو الذكر. طبعا احنا خربنا عليه فحنسيبه. هنعرفكم على الطيور الثانية. طبعا هان عنا اللي هو عابر وعبير، وهدول اولادهم. هياك عبير وعابر، وهدول كلهم اولادهم ما شاء الله، ذكرين والباقي اناثي. طبعا هان في اللي هو الدجاج. طبعا يا جماعة الخير هذه هي المهرجة، وهذا هو تجميع البيض لهم. وطبعا معانا قدوة وفدوة هان، هذول هم قدوة وفدوة وفلفل، هذول هم ما شاء الله. طبعا قدوة بدأت ان هي تبيض زي ما شايفين، واحنا اخذنا بيض من عندها. وطبعا هان في انسة ديك الرومي راقدة على البيض. طبعا يا جماعة الخير اول ما تعرفت على الاستاذ باسم حبيت اللي هو الموضوع تبعه. هذا اللي هو نبات القرع، فهيو بطلع حنقله على الارض. وحبيت اللي هو الموضوع تبعه، وتعالوا نرجع الخير لبيوتنا. وقمت في جبت يعني شوية بذور نباتات، وصرت ازرع اللي هو الارض واقلبها هيك واثمدها. اوليتها تعبت شوية، ولكن لقيت اللي هو انتاج زي ما شايفين. زرعت هنا وزرعت هان. هذا زرعت اللي هو نباتات، هذاك بقدونس، وهي هنا خس، وهان اللي هو يا هذه يا سلق يا سبانخ مش ذاكر، وهذه اللي هي روكا عنا احنا بنقولها. وطبعا زرعت شوية شتلات، وطبعا هان كمان زرعت اللي هو البطيخ. وطبعا بشكر الاستاذ باسم انه هو شجعني على زراعه اللي هو الارض. كانت صراحه الارض عندي فاضيه وما فيش فيها اي شيء، واول ما دخلت على اللي هو قناته حبيت اللي هو الزراعه من طريقه اللي هو شرحه، وهو شجعني اكثر وقاعد يقول لي اتمنى ان انت تزرع، على اساس انه المشاهد يعني يحب اللي هو الزراعه ونرجع الخير لبيتنا. طبعا بعرفكم في عمو صاصة، هذا اللي انا حاطه كفزاعة او خيال المقاطع على اساس انه ما ياكلش الخس، وبياكلوا الخس العصافير. طبعا هذا عمو صاصة ولا له الف لازمة، بدي اشيله اذا ما ضلوش يطرد اللي هو الطير. طبعا بياكلوا لي الطير الخس اذا بتلاحظوا، كل ما ياكلها بيطلع بيرجع تاني وبياكلها.
طبعا هلقيت حعرفكم ايش اكتر. والعصافير ما رحمتنيش من اكل الخس، وحطينا اللي هو عمو صاصة وعلى الفاضي. تمام، خلينا اعرفكم اكتر ايش سويت انا غادي. طبعا زي ما شايفين زرعنا كمان هان بقدونس وفجل غاد وشوية ملفوف احمر وابيض، هان هلقيت حنشوفه، وغاد ذرة وورفول حراتي وخس وبصل. جماعة الخير زي بتلاحظوا هنا زرعت شوية، جبت حبة طماطم أو بندورة وقمت في زراعتها وطلعت اللي هو الإنتاج هذا. صراحة هذا البندورة، نبتة البندورة يعني شوية متعبة فحتعب عليها، فإن شاء الله يطلع إنتاج عندي من اللي هو الطماطم أو البندورة. زي ما شايفين هذه هي شكلها كتير كتير حلو. وكمان هان قمت بتجوير وتقليب الارض، زرعت الحوض هذا كله من هان لهان كله كزبرة، وزرعت هان حواض حمص شوية، يعني شوية حاجات هيك مثلا سلق حمص سبانخ منخية زي هيك، عملتها زي احواض. وهان عملت حوض كبير كزبرة. طبعا يا جماعة الخير زي بتلاحظوا هان في اللي هو ملفوف ابيض وخس وبصل وفجل، وهان في برضه اللي هو بصل، وغاد في بصل، وغاد في اللي هو شوية نباتات، وغاد ذرة، وكمان زرعنا هنا سلق، وغاد سبانخ، وهان روكا، وغاد بقدونس، وهذا هو الملفوف الاحمر. كمان جبت اكم من راس فجل احمر من عند اللي هو الراجل الكبار للاكل، وزرعتهم وزي ما شايفين طلعوا، وكل الورق القديم مات هيو وطلع الجديد. وزي ما شايفين اهتمت في الارض وصار عندي خضار، وان شاء الله حزرع كمان. حفرجيكم هلقيت كمان زرعت الكزبرة وشوية مزروعات كمان والمنخية. طبعا زي ما شايفين زرعنا حمص فبطلع عنا حملة ملانة، زرعنا بازيلا بطلع اللي هو بسلة، زرعنا فول حراتي بيطلع فول، وزرعت هان نبات اللوف ان شاء الله يطلع، وخليت له اللي هو انه يطلع السلك هان يتشعبط ويصير اللي هو الثمر، وناخذ الثمر ونحطه عنا نليف في جسمنا او للغسيل الاواني. طبعا للتعريف اللي بعرفنيش انا وشافني اول مرة في قناة استاذ ابو محمود، اتمنى انه انت تشوف اللي هو تزور قناتي. انا اللي قناة يوميات مزارع فلسطين لتربية الطيور، وطبعا من جديد شجعني الاستاذ باسم على الزراعة، فحنحط اللي هو في صندوق الوصف قناتي. اهلا وسهلا بك اخوي ابو ادم في قناتك، قناة وفر في بيتك منوعات، ودايما مشرفنا ومنورنا اخ غالي وحبيب. وانا برحب في قناتي بجميع القنوات التي تحب أن تشارك في حملة يلا بينا نرجع خيرنا لبيوتنا. أهلا وسهلا بكم كلكم، سواء من القنوات سواء من الأفراد، لنجاح هذه الحملة عشان نرجع الخير لبيوتنا ونرجع الخير لبلدنا. وأكثر ما يفرحني هو وجود عدد كبير جدا من الشباب صغير السن المشارك في هذه الحملة، فهم دائما وأبدا المستقبل الواعد. أهلا وسهلا بكل الشباب وكل الشباب الصغير المحب للزراعة والمحب لتربية الدواجن، أهلا وسهلا بكم في قناتي ومرحبا بكم. وفي الحقيقة احنا في قناتنا وفرنا عدد كبير جدا من المعلومات القيمة عشان نسهل على جميع المتابعين البدء فورا في الزراعة ولو بإمكانيات بسيطة. واحنا دايما في قناتنا قناة مميزة جدا، ان احنا بنستغل ابسط الامكانيات وبنقدم المعلومات بصورة سهلة مبسطة حتى يتيسر على الجميع المتابعة في هذه الفكرة والبدء فورا في زراعة الاسطح والبلكونة. وبإذن الله محضر لكم سلسلة فيديوهات مخصوصة عن الزراعة داخل المنازل والزراعة بالضوء الصناعي، تابعوا القناة بإذن الله وهتلاقوا فيها كل جديد. وفي الحقيقة كنا حريصين من بداية إنشاء القناة
على أن تكون هذه القناة قناة متنوعة. فبالإضافة لزراعة الأسطح وتربية الدواجن، هناك فيديوهات خاصة بالطبخات الجميلة من مختلف دول العالم، كما توجد قائمة خاصة بالمخبوزات وهي من أروع ما يكون في القناة. فزوجتي الحبيبة بتقدم مجموعة كبيرة جدا من المخبوزات ومن الحلويات، ممكن تشوفوها حضراتكم. والدخول عليها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، إن أنا بخش على الصفحة الرئيسية وبختار القائمة التي أريدها. فبالإضافة إلى التوفير في المنزل، توجد بعض الروتينات وبعض الفلوجات، فيديوهات ترفيهية ظريفة جدا ولا تخلو أبدا من المعلومات القيمة. فيديو بشكر صاحب قناة يوميات مزارع فلسطيني أخونا أبو آدم على تعاونه معنا، وبنتمنى إن شاء الله بإذن الله في الأيام الجاية يزيد التعاون بيننا وبين القناتين. وفي نهاية الفيديو، يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.